رجل نذر أن يصلي 50 ركعة فصلى كل 10 منها بسلام واحد، والسؤال هل يعيدها كل ركعتين بسلام؟ نعم، إن كانت في النهار ربما يجوز هذا، أما إذا في الليل صلاة الليل مثنى مثنى، صلاة الليل مثنى مثنى، إلا إن قال أصليها بسلام واحد، إذا شرط قال أصليها بسلام واحد صليها بسلام واحد، لكن إذا ما شرط يرجع إلى الأصل الشرعي وهو أن صلاة الليل مثنى مثنى فيعيدها مرة ثانية. نعم.